مشاركة متاعنا كمركز النهوض بالصادرات هو للتعريف بالآليات دعم التصدير وخاصة للباعثين الشبان، لأنه هناك عديد الآليات في مركز النهوض بالصادرات اللي هي تدعم الباعثين الشبان وتدعم التصدير من طرف الشبان. اليوم كان لقاء الحقيقة كان مثمر، تبدلنا الأفكار وعملنا لهم دعوة إن شاء الله ننظموا لهم يوم خاص في مركز النهوض بالصادرات باش نحيطوا بهم أكثر ونعرفوهم أكثر بهالآليات الموجودة بطريقة دخول أسواق خارجية، لأنه حتى على مستوى الخدمات، لأنه هذه من الخدمات مش كان شركة مش شركة تصنع ولا فلاحية ولا حاجة، ولكن على مستوى الخدمات عندنا كفاءات كبيرة متخرجة من الجامعات التونسية يمكن أنها تصدر خدماتها، ويمكن أنه عندنا خاطر مشروع على مدة 5 سنوات باش ندعموا 500 مؤسسة تعمل في مجال الخدمات، وماذا بينا يكون في نصيب الشبان نصيب كبير. أكيد كل اتفاقية شراكة هي تكون عندها جوانب إيجابية لو تفعل، معناها لو كان باش نخليو اتفاقية شراكة في الرفوف عندنا مئات الآلاف معناها من اتفاقية الشراكة، ولكن أنا نظن سيد وزير التشغيل ومدى حرصه على أنه الباعثين الشبان يلقاو ظلتهم يلقاو معناها الإدارة تستجيب لهم، نظن أنه سيحرص هو بنفسه أنه يفعلها. والله هي المرأة التونسية لابدها أنها تدخل بأكثر جرأة وبأكثر قوة مجال الأعمال، لأنه مجال الأعمال ليس حكرا على الرجال، فالمرأة التونسية هي خريجة أحسن الجامعات وعندها أحسن معدلات وهي ديما نشوفوها في الصدارة، ولكن دخول مجال الأعمال بقى مازالت متردة شوية، كوش لكن تبدأ عندها شركة عائلية، ولكن هنا دعوة للمرأة أنها تدخل في المجال هذايا. العراقيل يلقاوها الرجل والمرأة، ولابد من المثابرة، لابد من الجرأة، ولابد من وصلت العمل.